فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاتته راتبة الظهر، من فاتته راتبة الظهر القبلية فمتى يقضيها؟ هل يقضيها بعد الظهر مباشرة أو بعد الراتبة البعدية؟ والله ما ورد هذا، اللي ورد أن البعدية القبلية ما ورد أنها تقضى، اللي ورد أنها تقضى البعدية، فعلى قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.